طيب أنا هكلمكم أنا شوية عن ما نسميه تحدي الوحدة. هقول لكم أنا فكرت إزاي، أغلب الكلام قلته، لكن خلينا نقول بعض الكلمات معاني الروحي. أغلب الشباب في رأيي، أنتوا كلكم شباب، عندهم أزمة من اتنين، يا بيضيعوا وقت قوي يا مش لاقيين وقت، والحالتين مش أحلى حاجة. يعني هتلاقوا شباب كتير كل يوم بعد الشغل بينزل يسحر مع اصحابه يصرف له 200 جنيه، فبكثرتك اغلب المرتب. هو بيعمل كده ليه؟ لانه بيضيع وقت، مش عاوز يروح البيت على 7 مع انه مرهق، بس هيقعد يعمل ايه؟ فهنا ده واحد بيضيع وقت. في واحد تاني بالعكس، هو مزود شغله قوي على خدمته قوي، مش لاحق يصلي ولا يقول هاي لاهله. فالنوعين دول اكتر نوعين موجودين، المعتدلين قليلين قوي. فرأيي الاتنين دول هيقعوا في الوحدة، اللي مشغول قوي هيجيله احساس وحدة مزعج، واللي بيضيع وقت برضه هيجيله احساس وحدة. من اسباب الشعور بقلق الوحدة اللي انا شايفها عموما تأخر الزواج او الزواجات غير السعيدة، والاتنين دول موجودين. كتير منكم اتأخر شوية في اختيار شريك الحياة. طبعا هنا يعني لما كنت شباب في أول 20 أو 18، الأصحاب بيملوا الوحدة. وانس اتخرجت بتلاقي إنه لا، الأصحاب ابتدوا يتراجعوا لورا، كل واحد بيشوف دنيته خلاص، فما بقوش بيكفوني، ما بقوش فاضيين لي، فبيبتدي النيد فور بارتنر، عاوز حد معايا. طيب ما البنات مش هيروحوا يتقدموا للولاد، والولاد مكبرين دماغهم او ما عندهمش دماغ. طيب في الحالتين يبقى كله هيدخل في احساس وحدة. الاوحش لو تطلع الجوازة مش حلوة، ان مفيش تفاهم، مفيش حب حقيقي، يبقى الناس ممشية بالزق، لكن احساس الوحدة كتير منهم بيقول يا ريتني كنت لوحدي من قسوة الوضع الجديد. فإذا الإحساس ممكن يتواجد مع ده أو ده. في رأيي من أكثر الحاجات اللي تخلي الواحد حاسس بوحدة إنه ما عندوش هدف في الحياة. إنما اللي عنده هدف، بالذات هدف روحي، ما بيحسش بالوحدة. وحتى لو هدف إنساني كويس، أقول لك بيعالج الوحدة شوية. يعني واحد مثلا بيدرس دكتوراه وحاطط كل دماغه فيها، أتليست طول فترة الدراسة إحساس الوحدة ضعيف. أول ما بيخلص بيكتئب. بيكتئب لأنه فجأة لقى نفسه فاضي، وبعدين الجول خلص. فبتوصل لكده أحيانا، بالرغم إنه كان عمال يشكي من الدراسة والتعب. الشغل الزيادة بيجيب إحساس وحدة، لأنه فجأة بتحس إنك بقيت مكنة، فعندك نيد عالي قوي to be loved, to be secured, to ventilate, to share، وكل النيدز دي مش covered يعني. عملية الإدمانات الحديثة بقى، إدمان الشغل، إدمان الجنس، إدمان الفيسبوك، إدمان الموبايل، إدمان الفلوس، البورصة، كل دي إدمانات جديدة، هي بتبقى حل للوحدة ثم مأساة بتزود الوحدة. يعني بتبقى حل وهمي، الواحد بيتهيأ له الحاجات دي هتعالج وحدته، لكن بيقع في بلاعة أصعب. مشكلة الوحدة، أنا ليه بقول حطها؟ أنا مش بتفلسف يعني أعمل فيها بفهم في النفسيات، لأ، أنا شايفها مرتبطة جدا بخطايا كتير أوي، ومرتبطة أوي بأنها بتسحب طاقة الخادم تماما. الخادم اللي شبعان وفرحان خادم قوي، الآية بتقول فرح الرب قوتكم، إنما الخادم اللي الوحدة تعباه هو مفهوش حيل، مفهوش طاقة، مفهوش باشن. فهنا مثلث الموت يدخل بقى، بمعنى الوحدة بتفتح لي 3 أبواب جهنم: باب الجسد واللذات والشهوات، باب الذات والكرامة، ويصعب عليا نفسي وأفضل دايما في حالة مقارنة مع الآخر، باب الفلوس والطمع وأعمل فلوس وخلاص، المخدر بقى العالمي المشهور اللي كل الناس بتشربه ده، اشربوا فلوس، اعملوا فلوس وخلاص، هو ده بقى الحل الوهمي اللي عند أغلب الناس. طبعا كلنا عارفين إن الثلاثة دول الكتاب ذكرهم، شهوة العين، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، ليس من الله،
بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته معه، أما الذي يصنع إرادة الله. بتتغذى بقى الحاجات دي بالميديا، بالشر السهل الإباحية، بالخروجات الفارغة، التسكع، بالشرب الزيادة، بالقمار، بالجنس الغير نقي من أول البورنوغرافي. كل ده بيزود إحساس الوحدة، خلي بالكم، إحساس مزعج بيزيد، لأنه ده ملوش علاقة بالريل لاف. خلي بالكم، علاج اللونلنس سيمبلي كلمة واحدة، تو لاف، سيمبلي تحب ربنا قوي، خلاص طلعت بره الإحساس. تحب الناس قوي، مش بقول لك تتحب، تحبهم، هتستغرب ان الإحساس ده مش موجود، بدليل ان في رهبان متوحدين عايشين في منتهى السعادة والسلام، لأنهم عايشين حالة حب. بس أنا مش عاوز أسبق بالكلام. أعراض قلق الوحدة زي ما أنتوا قلتوا كده، إحساس اللا قيمة أو صغر النفس، ميل للغضب أو للكآبة، تنازلات سهلة عن المبادئ، بيصعب عليك نفسك فتبتدي تتنازل بقى، تقع في حاجات ما كنتش بتقع فيه. ليه؟ لأنك يعني زهقان أو صعبان عليك نفسك أو مصدق أن الناس بتكرهك فابتديت تتنازل. سطحية في العلاقات، ممكن تقلب معاك أنك خايف تقرب، خايف تتجوز، خايف تصاحب، تصاحب بالمعنى الكويس، يعني تدخل في صداقات داخل الخدمة. كمان ما فيش نفس للقراية أو الروحانية أو، وساعات بقى يستسلم الإنسان لأي طيار جديد، بأي موضة فارغة تلاقي الناس بتمشي فيها، وده أحد مضاعفات الوحدة الزيادة. من أكثر الأزمات الريليتد في رأيي أزمة ضياع الهدف، أن الناس مش شايفة هدف. اللي لقى جول في حياته كبير زيكم، كرازة، خلاص الناس أو الخدمة عموما، ده شخص سعيد لأنه على الأقل عايش رسالة، عايش لحاجة مع ليها معنى. لكن اللي عايش بيزق الأيام زق، بيخلص اليوم، بياكل عشان يتنفس، يعني دي عيشة فعلا ما خلاص نزلت عيشة الحيوانات يعني. لكن الإنسان اللي طلعه بره كآبته وبره يأسه وبره وحدته، هو أنه في هدف في حياته. فهنا ربنا يسوع حط لنا الهدف الكبير، أن احنا نملح الأرض، نغير العالم وننوره، وإلا ما يبقى لناش معنى، لا يصلح بعد لشيء لو ضاع الهدف. وبالتالي خلينا نقول، إما أنك مسيحي مؤثر أو أنك نكرة لا شيء، لا مسيحي ولا مؤثر. To be or not to be، هي فعلا كده، يا تبقى مسيحي خادم ليك معنى مهما كانت مشاكلك، مركز في حاجة براك مش جواك، هدف سامي، خلاص الناس، عيال صغيرة تخدمهم، ناس، فئة محرومة من الحب تحبهم، ساعتها هتحس انك انت عايش وليك معنى وقيمة. او تبقى nothing، just zero يعني. حتى لو معاك فلوس كتير أو عندك شهادة كبيرة أو راكب عربية آخر شياكة، big zero، طالما ما عادش فيه هدف واضح. قريت الجملة دي عجبتني، البحث عن سعادة بدون رسالة كالبحث عن الثلج في الصحراء الساخنة. فاهمين المعنى؟ تصور واحد بيدور على ثلج في الصحراء في أغسطس، No way، مش ممكن هيلاقي تلك. فده بالضبط اللي بيدور يلاقي سعادة وهو مفيش mission in his life، مفيش رسالة عايش ليها، مفيش هدف واضح بالنسبة له. وده خليني أقول لكم حبايبي، أنه أنا لاحظت أن اللي بيخدموا ساعتين في الأسبوع ستيل عندهم نفس المشكلة. عشان كده لما بنقول أن الكرازة lifestyle، أنك صاحي ونايم على فكرة واحدة، عاوز الكل يعرف المسيح، هي دي اللي تخلق السعادة. لكن رحت مدارس الأحد ساعتين ورجعت طلعت برا الخدمة، قاعد تلوش بقية الأسبوع، عاوز حاجة تبسطك، بتاخد الحباية يعني، أو تبر الحباية دي معناها إيه؟ طب ما أنت محلتش المشكلة. فما كانش الهدف هدف يأكل العقل ويأكل الأسبوع كله أو العمر كله، ما يبقاش هدف حقيقي. عشان كده المسيح له المجد لما حط الملكوت ما قالش يعني يبقى قدام عينك ساعتين، قالوا اطلبوا ملكوت الله وبره طول الوقت، والباقي ده كله يزاد لكم.
التكريس هو الحل، والتكريس هنا تاني زي ما انتوا عارفين دايما نقصد بيه ان انا dedicated للهدف مش في اللي بعمله. بمعنى تفضلوا في اشغالكم، تتجوزوا، تجيبوا عيال، تجيبوا فلوس، تنجحوا، تلبسوا كويس، انما الكور السنتر اللي في دماغك وفي قلبك انت عايش ليه، عندك اجابه واحده، عاوز انت والناس تروحوا السما، ده مركز فيه. لكن كل حاجه في الحياه ماشيه بعد كده. لو عرفت تعمل كده ده اسمه بقى التكريس. تكريس ان مفيش هدف اخر ضيع منك الهدف ده، كل اللي شغلك خلاص الناس دي الاولويه الواضحه اللي في ذهنك. بعد كده طبيعي في حاجات كتيره بتمشي بشكل تلقائي. لا تهتموا بالغد، الغد يهتم لنفسه، يكفي اليوم شر. طبيعي اعظم رساله وقيمه خلاص النفوس. عشان كده الكرازة على فكرة تدي بهجة، تدي سعادة. لو انت عشتها زي ما المسيح قصدها هتبقى بتشوف مشاكل للدنيا كلها، لكن بتعدي فوق المشاكل وفي طعم لحياتك، لانك شايف في الاخر في بني ادم هيتنقل من جهنم للملكوت بتعبك، تستاهل كل التعب في السك. الفاهمون يضيئون ضياء الجلد. Our eyes shall shine like the brightness of the firmament. شوفوا بقى اللي بيفهموا، الحكمة اللي فهموا الحياة دي ما تتعاش بالحتة، لازم تتعاش كده ايه بالجملة، لازم تبقى كل حياتك زي ما قالها بولس، ليه الحياة هي المسيح. الحياة هي المسيح. انا بغلط وباكل وبشرب وبضحك، بس في الاخر الحياة بالنسبة لي هي المسيح. ساعتها يبقى انت من وجدني زي ما قالها في الامثال وجد الحياه، واللي ما وجدش المسيح ضاعت منه الحياه وضاعت منه السعاده. Do not say، ما تقولش لا اصلح. ارجوكوا بلاش فكره الحاح، فكره ما انفعش. دي من القضايا العاليه دلوقتي، انه مع احساس الوحده يجي احساس ان انا ما انفعش. ما هو فكره ما انفعش دي الانجيل رد عليها كتير قوي، قال ما حدش ينفع، وقال ربنا بيشتغل بالكسر وبالضعيف وبالجاهل. فعندك رد مقنع جدا وصريح جدا وليه اكزامبلز كتيره قوي، فبصراحه مالكش حق تفضل معلق على الجمله اللي مردود عليها مليون مره. لما كل شويه تفضل تقول انا مش نافع، انا فشلت، انا ما انفعش، يا عم ايه النغمة الخايبة دي؟ ما احنا عارفين الكلام ده كويس، ما هو ربنا ما بيشتغلش غير بالنوع ده، وهو ما فيش في الدنيا غير النوع ده على فكرة. يعني حتى الناجحين اللي حواليك اساسا ما ينفعوش، فهو القضية واضحة المفروض. انما تلاقوا بقى ايه الانفريوريتي تشتغل، شيطان اليأس يشتغل، فتلاقي الصوت ده بيعلى بيعلى بدون معنى، لان ملهاش حل، برضه هتنفع في الاخر. او معرفش، ما تعرفش تعرف، مفيش حاجه معرفش دي اسهل. لو ما تعرفش اتعلم، مع اي حد فينا ما ابتداش عارف، يعني هو ابتدى ما يعرفش وبعدين شويه شويه ابتدى يعرف، فالموضوع بسيط. او لم ادعى، دي كذبه كبيره قوي، لان كل الانجيل بيتكلم في دعوه كل البشر لنفس الرساله. لو فكرت فيها الانجيل كله بيدعو كل البشر لنفس المش انهم يروحوا السب. فلما تقول لي انا ما ادعيتش، وحضرتك مش بني ادم، وحضرتك مسيحي، طيب يبقى اكيد انت مدعو لنفس الرساله، انك توصل السماء وتاخد ناس معك. ما هي ما فيش حاجه تاني غير كده، من لا يجمع معي فهو يفرق. او لما يجي الصوت يقول انا ما نجحتش قبل كده، طب وبرده مش غريب، ممكن تكون عندك شويه فيليرز كمقدمه للنجاح، ودي معروفة حتى في الحياة العادية. يعني كونك ما نجحتش في بعض الخدمات ده مش معناه ان خدمتك مش مقبولة، ما هو ما فيش هدف تاني هنعيش ليه غير كده، فهتكمل يعني هتكمل، لان ما فيش طريق اخر. والفيليرز اللي انت بتدعيها هي كلها عملية نسبية جدا، لان ما تظنه انه كان فشل، ده ممكن يكون تكوينك انت محتاج ده،
الخبرة دي أضافت عليك أنت حاجة، فاللي أنت بصيت له من زاوية الفشل وجزء من تركيبة النجاح، وده اللي فعلا بيحصل في كل حياتنا. وبالتالي في كلمة إن أنا ما نجحتش قبل كده دي كلمة برضو مش دقيقة. أراجع القواعد اللي كنا بنقولها كتير. الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، التعبير ده جميل قوي، whoever believes on him will not be put to shame. It's all about how much you believe on him. It's not about, you know, the knowledge, the skills, the talents, the experiences. It's not about this. It's all about how much you trust him. القصة كلها انت مصدق ان ربنا بيحبك وهيشتغل بيك، ولا انت عمال لسه تقيس كل حاجة بمعلوماتك ولغتك وثقافتك وشخصيتك وانجازاتك وعلاقاتك، بتضيع وقت. Whoever believes on him will not be put to shame. اللي هيثق فيه مش ممكن will be put to shame. مش هيتكسف، مش هيخسر، مش هيجي اليوم اللي يقول طلع ربنا بيضحك علينا. لا فرق بين اليهودي واليوناني، يعني الشرق والغرب في الآخر كله ضايع، كله كسر. ما دي روميا أصلها، نفس المعنى اللي كنا بنتكلم فيه. رب واحد للجميع، غني غني للكل، لجميع الذين يدعون به. يعني ربنا مش معاه شوية بركات، فمثلا أبونا صلى كويس خلص على البركة بتاعت ربنا، فجاء أبونا ما لقاش مثلا، ما فيش كده. يعني ربنا غني للكل، فتعالى خد زي ما انت عاوز، وهيفضل لاخوك كتير قوي لو هو عاوز. كل من يدعو باسم الرب يخلص، كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ كيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون ان لم يرسل؟ كما هو مكتوب، ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام. ما اجمل اقدامهم، يعني هي بالبلدي كده ما احلاها عيشه، هي بالبلدي كده ما أحلى عيشة الكارزين، هي أحلى عيشة إنك تشتغل الشغلة دي، لأنه اكتشفت إن في قيمة لحياتك، في رسالة، في ناس هتدخل السماء عن طريقك، فهي دي العيشة، غير كده مفيش عيشة. ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخير، لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل. للأسف لو بصيت حواليك هتلاقي أغلب الناس فاتتها الحكاية دي، مش عايشين صح. فسوري ما تبقاش غبي وتقلد ناس عايشة غلط، لا، لأنه ليس الجميع أطاعوا الإنجيل. أشعيا نفسه قال من صدق خبرنا؟ إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدين.